الحدث الأبرز النهارده اللي حصل النهارده علشان نشرح القصه من اولها، يعني الكاف عمل اجتماع للانديه علشان تاسيس رابطه الانديه الافريقيه زي رابطه الانديه الاوروبيه كده، اللي بيرأسها طبعا اللي بيترأسها طبعا ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وطبعا الكاف لما بيدخل في تجربه جديده بتكون كل حاجه مش واضحه، لكن حسب المؤتمر الصحفي لباتريس متوسيبي طبعا رئيس الاتحاد الافريقي، لسه اللوائح بتاعه الرابطه دي مش نهائيه وممكن تعديلها في الفتره اللي جايه. واعتقد انا رايي يعني كعبد الرحمن ان النادي الاهلي بيفضل التأني والهدوء في الحاجات اللي زي دي، خصوصا لو لسه مش واضحه ولا معروف دورها هيكون ازاي يعني. لكن حسب الانتخابات اللي تمت النهارده بقى، اصبح هيرسي سعيد رئيس نادي يانج افريكانز التنزاني اول رئيس لرابطه الانديه الافريقيه، وتواجد الاهلي ضمن الانديه الاعضاء في الرابطه. وباجماع الاصوات كان الاستاذ خالد عبد القادر ممثل شركه الكره والنادي الاهلي النهارده طبعا، واختارت جاسيكا ماسونج من نادي كادر تشيفز الجنوب افريقي كاول نائبه، فيما تواجد بول باسي رئيس اكوا يونايتد النيجيري كثاني نائب للرئيس. وجاءت اسماء الاعضاء كالاتي: اعضاء طبعا من ناحيه الانديه الاهلي المصري، الرجاء المغربي، والهلال السوداني، وريال بامكو المالي، ويانج افريكانز التنزاني، واسلوتو البنيني، واكوا يونايتد النيجيري، وكادر تشيفز الجنوب افريقي، ومانيمبا الكونغولي طبعا، ومنياما الكونغولي اسف. وتم خلال الاجتماع اختيار المقر الرئيسي لرابطة الأندية الأفريقية في كينيا، برضو مش عارف ليه يعني، ولا يجوز نقل المقر الرئيسي إلى مكان آخر إلا عن طريق الأغلبية بتصويت 70% من الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية على أن يتخذ هذا القرار بالاقتراع السري، كما تم الاستقرار على أن تضم الرابطة أفضل 80 نادي أفريقي بناء على التصنيف، تصنيف الكاف يعني، وقت اعتماد التنظيم الأساسي للائحة وحل استبعاد أي نادي بينضم النادي الاعلى منه في التصنيف يعني تدرجي. ومن ضمن الشروط بقى التي وضعها الاتحاد الافريقي على الانديه هي ان لا يجوز لاي اتحاد عضو ان يكون لديه اكثر من 4 انديه مصوتين، حتى لو كان اجمالي عدد الانديه في الاتحاد وفقا للتصنيف. يعني مصر مثلا ممكن يكون فيها 5 انديه في التصنيف، لا حسب الكاف احنا عندنا 6 تقريبا يعني، الافضل 80 نادي بيتجاوز. لو انت عندك البلد دي فيها 4 فقط او اكتر من 4 يعني، تكون الانديه الاربعه الاولى الاعلى تصنيف فقط اللي ليها حق التصويت. يعني هو اللائحه مش باينه، يعني انت دلوقتي مصر فيها 6 انديه تقريبا، 4 بس اللي هيبقى لهم حق التصويت اللي هم الاربعه الاعلى في التصنيف. يعني برضو الاربعه دول هيبقوا الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، دول الاربعه بتوع مصر. يعني الاسماعيلي والمصري موجودين بس مش هيبقى لهم اصوات لان هم في التصنيف اقل من الاربع فرق التانيين. لكن هي الفكره اختيار كينيا ما فهمش بناء على ليه مش المغرب، ليه مش مصر، ليه مش فاهم الحته دي بالظبط، وليه كينيا يعني تحديدا. حتى الفرق الكينيه مش من الفرق المنافسه قوي يعني، او الانديه الكينيه مش من الانديه المعروفه حتى افريقيا بشكل قوي يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ليه اللائحه مش محطوطه حتى متطابقه للائحه الانديه رابطه الانديه الاوروبيه؟ ليه؟ ما دي حاجه غريبه برضو، ما انت عندك نموذج. هم بيقولوا ان طبيعه افريقيا مختلفه عن اوروبا، لكن المفروض ان انا ابقى دارس الملف قبل ما ابدا على الاقل يعني، ما ابداش واقول هنبقى نعدل اللائحه بعد كده. طب ما انت كده مش واضح من الاول، ما يمكن ما تعدلش انا اضمن منين يعني. ما هو انت حطيت لائحه بشكل مؤقت، انت حاطط اصلا البلد اللي محطوط فيها الرابطه دي حاططها كينيا، وبتقول 70% عشان تغير المكان ده. اول ذلك النادي الاهلي دايما بيتأنى في اي قرارات تخص الحاجات اللي زي دي. نستنى نشوف وضوح الرؤيه بالكامل ايه الاول، وبعد كده هتلاقي النادي الاهلي ليه تواجد بشكل مختلف طبعا يعني. لان النادي الاهلي هو النادي العربي الوحيد اللي كان يحق له الترشح لرئيس الرابطه وفقا للتصنيف، برضه انا بقول كل ده وفقا للتصنيف. النادي الاهلي هو النادي الوحيد عربيا في قاره افريقيا اللي ليه حق الترشح لرئاسه الرابطه وما ترشحش. فاحنا ليه بنتأنى في الحاجات دي؟ نشوف الاول دور الرابطه ده هيبقى ايه، النموذج الموجود، اللائحه بتاعتها هيبقى شكلها ازاي، التعديلات اللي هتحصل هتنتهي بايه بالظبط. احنا كل ده مش يعني متسيبي مش موضح اي حاجه، مع ان الرابطه دي موجوده في اوروبا، لكن احنا هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها يعني.